اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. قبل بس ما اسلم على كابتن خالد بيبو هدخل معانا حد في التليفون. الحقيقه هو يعني عاش معانا كتير لازم يخش معانا التليفون، هو بينام بدري فهو طلب الحقيقه، واحنا طلبنا منه ان هو يكون معانا على الهواء مباشره. النجم الكبير طبعا كابتن محسن صالح عضو لجنه التخطيط او رئيس لجنه التخطيط في النادي الاهلي. يا كابتن مصر انا عارف ان انت اساسا يعني بتنام مننا، بس معلش يعني معلش النهارده لما عرفت انه الكابتن خالد هيجي كنت لازم اقعد اتفرج. يعني اثنين من ولاد الاعزاء يعني طبعاً وحققنا الكثير مع بعض، فما اقدرش ان انا يعني اتخلى وهعمل مداخله عشان خاطرك انت وعشان خاطر الكابتن خالد. انا عارف يا كابتن مصر، اولا سعداء جدا جدا ان احنا نسمع صوتك، بقالنا كتير جدا ما سمعناش صوتك فمبسوطين ان احنا نسمع صوتك ده اولا. ثانيا احنا يعني كلنا سعاده باللي احنا بنشوفه الحقيقه في التطور الواضح في كره القدم في النادي الاهلي، فلازم نحييك ونهنئك يا كابتن على الفتره السابقه. يعني انت عارف العمل دائما بيكون عمل جماعي، احنا بنشتغل في منظومه محترمه ومنظمه بشكل جيد، يراسها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره وهو المشرف العام على الكره وهو اللي بيرأس كره القدم في النادي، وبالتالي وله وجهات من نظر يعني تحترم، بنقعد بنناقشها وبنراجعها وبيدينا عناوين نتحرك فيها وبيدينا مهام ان احنا نمشي وراها، وبالتالي يعني اعتقد انه يعني بعد سنتين من العمل في لجنه التخطيط يعني وصلنا لشيء ما واضح امام الجميع انه هو شيء جيد، وده بسبب التخطيط الجيد اللي بدانا بيه مع الكابتن محمود الخطيب ومع لجنه التخطيط، وكان فيها للمناسبه كابتن خالد كان له برضه وجهه نظر في هذا الموضوع قبل ان ينتقل من اللجنه الى رئاسه القطاع، كان مشارك في اتخاذ القرارات اللي احنا خدناها، وهو بعد ما شارك اصبح هو المنفذ ايضا، والحمد لله ان هو نجح في هذه المهمه بدليل هذا الظهور الجيد للاعبين الذين شاركوا في مباريات ضمن صفوف الفريق الاول في هذه المرحله، وبالتالي يعني اعتقد الكابتن خطيب راضي عن اداء اللجنه وراضي عن اداء الاجهزه الموجوده، وبالتالي نستمر لان لسه العمل طويل يا كابتن اسلام. لسه في حاجات كثيره احنا ماشيين عليها، يعني دي بعد سنتين في انتاج كويس، لسه احنا بنبص لقدام لانه عندنا تخطيط اللي احنا نربط الاكاديميات بالفريق الاول. يعني ما عادش في اسمها الاكاديميه لوحدها والمدرسه لوحدها وقطاع الناشئين لوحده والفريق الاول لوحده. نعم. يعني دلوقتي بقى في دراسه اتعملت على اساس انه الاكاديميات يتم منها التصعيد للمدرسه، ما تبقاش اكاديميات الهدف منها استثماري فقط. وبالتالي القطاع ده كان منظم، وراينا وفق التقرير الكابتن فتحي مبروك اللي كان هو رئيس قطاع الناشئين قبل الكابتن خالد بيبو ان في سلبيات موجوده لابد ان احنا نعمل عليها. فراينا ان احنا نصعد الكابتن خالد بعد نجاحه في الاكاديميات الى هذا القطاع ليقوده، ولكن كان لنا تدخل انه كان لابد من وجود خبير اجنبي مستر مايكل اللي احنا شايفينه في الصوره ده ان هو يقوم بالمهام الفنيه والكابتن خالد يقوم بالمهام الاداريه، وبالتالي الاثنين عملوا شغل كويس جدا وبيقود القطاع بشكل كويس، وبالتالي اصبح المكان في الاكاديميات خالي. حققنا في طفره جيده جدا بتعيين كابتن شطه في هذا القطاع بما له من خبرات طويله كراجل له باك جراوند هايل سواء بالاتحاد الافريقي او في النادي الاهلي في القطاعات في الاجهزه في الفرق، وبالتالي الحمد لله يعني ما حصلش فيه سلبيات، حصل فيه ايجابيات في جميع القطاعات. شطه بيقوم بدور جيد، الكابتن خالد قايم بدور جيد، والنتيجه اللي احنا شايفينها يعني دلوقتي.